وجدنا لو سيناريو اللي يمكن نعتمدوا عليه. كان العمل على انه نحاولوا نلعبوا على نقاط الضعف ديال الوداد اللي كانت هي الظهر ديال نصير والناهيري. هاد المساحات تبقى خاويه وي قدرنا نمشيو منهم، كرينا دي زوكازيون اللي كان بامكاننا نماركيو فيهم، مالوريزمون ما نجحناش. الوداد كذلك في الشوط الاول جاهم فرص عبر الكره الثابته اللي كان بامكانهم يسجلوا. كان تنهني حمزه معتمد للمستوى ديالو تيطور مباراه من بعد اخرى. الشوط الثاني كان تقريبا نفس الايقاع بحال الشوط الاول، كانت نوعا ما احتكار الكره من الوداد، ولكن الوقت اللي تنقطعوها تنمشيو ديريكتومون فير لافون باش نكريو لي زوكازيون. وكيف قلت لك دائما في الظهر ديال نصير والناهيري. وسط الميدان درنا تريو ديال صروخ وعسكري واسامه مزقوري مع التريو ديال الوداد اللي كان هو النقاش والسعيدي وتيغزوي. قدرنا انه ناخذوا شويه الميليو تيرا لانه ما كانوش فرص كثيره للوداد اللي كانت ممكن تهددنا. جات ضربه جزاء اللي كانت هي التورنون ديال الماتش، مالوريزمون كان خصها تكون لصالحنا ولكن صدقات ضدنا. دونك ضاعت ضربه جزاء في مرحله ديال السهو، قدروا الوداد انه بالتجربه ديالهم بسرعه قدروا انهم ياخذوا الكره ويمشيو فير لافون ويسجلوا هدف. حاولنا بالتغييرات مي مالوريزمون ما نجحناش. تنظن انه اللعابه طبقوا داك الشيء اللي عليهم، داروا المجهود ديالهم، حاولوا، ما نجحناش انه نجيبوا ثلاثه ديال النقاط. نتمنى انه كيف هضرت مع اللعابه في مسودة الملابس انه هنا فين غادي يبان ليسبري دو جروب، هنا فين غتبان الشخصيه ديالهم، لانه هنا فين خصهم يوقفوا بجنب صاحبهم يوسف عقادي اللي ضيع ضربه جزاء. شيء عادي في كره القدم انه كجمهور ولا كمتتبعين فالكل غادي يقول يوسف عقادي هو اللي ضيع المباراه وضيع ضربه جزاء، وهذا خطا لانه الخطا اللي ارتكبه يوسف كان ممكن اي لاعب يرتكبه. دونك هنا اللاعبين خصهم يحميوا صاحبهم باش غيحميوا في المباراه المقبله مع الفتح، خصهم يعوضوا هاد النقاط هادو ونرجعوا في ثلاثه ديال النقاط اللي تخلينا انه نوصلوا لعدد النقاط ديال 16 اللي خلينا مازال نكونوا مرتاحين.